في المجموعة الثالثة تجاوز منتخب كولومبيا غياب نجمه الأول رادوميل فالكاو بداعي الإصابة، وبدأ البطولة بشكل مثالي عندما تغلب على المنتخب اليوناني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب جوفرنادور ماجاليس بمدينة بيلو هيريزنتي. تقدم مدافع ويست هام يونايتد الأسمر بابلو راميرو لكولومبيا في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني تيوفيلو جيوتيريز الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لاعب وسط موناكو الفرنسي جيمس رودريغيز الثلاثية في نهاية زمن اللقاء الذي أداره الدولي الأمريكي مارك جيجر في حضور أكثر من 57,000 متفرج. في ثاني مواجهات هذه المجموعة قلب المنتخب الإيفواري تأخره أمام نظيره الياباني بهدف إلى فوز بهدفين في المواجهة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم على ملعب بيرنامبوكو بمدينة ريسيفي. تقدم الساموراي في الدقيقة 16 عبر نجم وسط ميلان الإيطالي كيسوكي هوندا، ثم تمكن مهاجم سوانزي سيتي الويلزي ويلفريد بوني من تعديل الكفة في الدقيقة 64، قبل أن يحسم مهاجم روما الإيطالي اللقاء لمصلحة الأفيال البرتقالية عندما سجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين. بهاتين النتيجتين تصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب الإيفواري بفارق الأهداف، فيما يحتل المنتخب الياباني واليوناني المركزين 3 و4 بدون رصيد. الجدير بالذكر أن لقائي الجولة الثانية في هذه المجموعة يقام الخميس المقبل، حيث يشهد ملعب ماني جارينشا بالعاصمة برازيليا لقاء القمة بين كولومبيا وكوديفوار في تمام 7، ويواجه المنتخب الياباني نظيره اليوناني في 1:01 صباحا على ملعب داس دوناس في ناتال.